هذه السنة كما تعلمون هي سنة استثنائية، أول مرة المغاربة من طنجة إلى الجويرة سيحتفلون برأس السنة الأمازيغية بطريقة رسمية، وذلك بعد البلاغ الملكي السامي القاضي باعتبار هذه السنة كعيد وطني مؤدى عنه. نحن في مهرجان بشيخ وصلنا إلى الدورة العاشرة، نحتفي منذ 10 سنوات بالسنة الأمازيغية لأن هذا تراثنا وتراث عريق، إن دل على شيء فإنما يدل على عراقة يعني التراث المغربي الأصيل في شمال إفريقيا. هذه السنة اخترنا تيمة المملكة المغربية 28 قرنا من أيقونة 28 قرنا من النظام الملكي بشمال إفريقيا، حتى نبرز يعني الخصوصيات التي جعلت المغاربة يتشبثون بالنظام الملكي بكونه يعني الضامن الوحيد والأوحد لاستقرارهم السياسي والاجتماعي. ومهرجان بشيخ هو فرصة أيضا لإبراز يعني التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز منطقة الريف، وكذلك فرصة لمناقشة قضايا ومشاكل تهم المنطقة بصفة أكاديمية وعلمية. مهرجان بشيخ بالإضافة إلى الفقرات العلمية يضم يعني عروض فولكلورية من فن الهيت الصنهاجي، أيضا عرض لشخصية بشيخ التراثية التي كانت قد اندثرت في السبعينات وأعدنا يعني إحياءها من جديد. هو فرصة أيضا لعرض يعني لوحات فنية تشكيلية لفنانين من منطقة صنهاجة السراير ومن الريف على العموم، وأيضا فرصة لعرض الكتب الأمازيغية وأيضا المنتجات الأمازيغية من أجل تقريبها من المواطنين يعني المهتمين بالشأن الثقافي والتراثي. احنا حضرنا اليوم لطنجة ككل سنة، جينا باش نحيو واحد الذكرى عزيزة علينا على كل الأمازيغيين، كل ريافة، كل أمازيغي، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. والأمازيغ كذلك حتى هما كيحتفلوا بهذه السنة كجميع المسلمين، وطبعا هما الأمازيغ كتصادف معهم واحد المناسبة عظيمة جدا اللي هي موسم جمع الحصاد. ومن هنا من الأزل القديم بدقت اسم ديال البشيخ، لأنه كان واحد السيد اللي جنا من إفريقيا طبعا، وكان كيقيم واحد الحفلة بهاد الفرحة هذه وهاد المناسبة، كان كيشجع أنه كيجمع الناس ويجمع هذا، فلهذا تسمى واحد الشيخ اللي معروف هو بشيخ. ولهذا انبثقت الفكرة من تما وبقات الناس عقل على هاد التراث، وحنا باش ما يندثرش هاد التراث حنا كل عام كنقيموا بهاد المهرجان السعيد. بدات عندنا هاد اللقاء بحفل موسيقي، هاد الموسيقى هي الغيطة، والغيطة عندنا في البلاد، حنا الناس ديال صنهاجة، الغيطة عندنا شي حاجة مقدسة، ماشي عندنا شي حاجة كذا فقط، راه ما كاينش فينا اللي ما كني يعني كتكون الغيطة اللي ما كيتحركش، كذب عليك كذاب، نبدا من جدة الله يرحمها، أمي، خالتي، عمتي، عمي، كلهم خالي، حبابي اللي كاينين هنا، كلنا ملي كدير الغيطة وإلا كتحس بواحد، علاش؟ لأنها كتحرك فينا واحد الشعور. كان تواجدوا اليوم في مدينة طنجة لإحياء الاحتفال بالسنة الأمازيغية، خصوصا بعد الاعتراف الملكي بالسنة الأمازيغية إسوة بالسنة الهجرية وكذلك السنة الميلادية. واليوم وحنا كنحتفلوا بهذا التراث لابد من التذكير بالندوة العلمية التي تشهدها هذا اللقاء، وهي تحت عنوان 28 قرنا من النظام الملكي بالمغرب. غادي يشاركوا معنا فيه مجموعة من الأساتذة، يكفيني أن أذكر محمد أو الطيب بوتبقال اللي هو أستاذ من المدرسة العليا للأساتذة بطنجة، ثم كذلك الأستاذ محمد جبرو اللي يكتب على تاريخ المغرب وخصوصا تاريخ المغرب القديم، وكيحضر معنا أيضا محمد شاقير اللي هو باحث في العلوم السياسية. بمعنى آخر أن عندنا طبق شهي للحديث عن المؤسسة الملكية بالمغرب كتمتد في الزمن إلى 28 قرنا. شكرا. وجد سعيدة بمشاركة ديالي في مهرجان بشيخ السنة الأمازيغية في دورته العاشرة. وبالنسبة للاختيار ديالي للموضوع ديال اللوحتين اللي هما عبارة عن بورتريات لجلالة الملك حفظه الله والمولى الحسن، وكان اختياري حسب شعار ديال المهرجان اللي هو المملكة المغربية أيقونة 28 قرنا من الحكم الملكي بشمال إفريقيا. وجد سعيدة بهذا المشاركة وبهذا الاختيار. في إطار رعاية جلالة الملك نصره الله السامية لهذا الحدث، تم توجيه مجموعة من التعليمات لسيد رئيس الحكومة التي تخص
تطبيق مجموعة من الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار السامي والملكي الخاص بالسنة الأمازيغية على غرار بإقراره للسنة الأمازيغية على غرار السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وفي هذا الإطار تم تنظيم من طرف جمعية أمازيغ صنهاجة الريف هذا الحدث المهم والذي يتحدث عن الأسباب الموضوعية والذاتية لتمسك المغاربة وفخرهم بالنظام الملكي لعدة قرون. ونحن جد سعداء بالحضور في هذا الحدث المهم والمهم جدا، لأنه يشكل جزء رئيسي ومكون أساسي من الهوية المغربية. المداخلة التي سأساهم بها تتعلق بمتابعة الأنظمة السياسية أو النظام السياسي الذي كان سائدا في المغرب في عبر التاريخ منذ الفترات المورية إلى ما بعدها بعد الفتح الإسلامي وهكذا. بمعنى سنحاول ما يمكن نرصد أهم التجليات السياسية في المغرب في العصور القديمة وكذلك عبر العصور. هذا هو المحور الأساسي اللي إن شاء الله غنساهموا به في هذه الندوة هذه.